السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هصور مع بعض فيديو كده، بس قبل ما أدخل الفيديو كده حابة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يا رب يجعله شهر كريم علينا وعلى المسلمين أجمعين. النهاردة إن شاء الله بقى طالعين نعمل إيه؟ هنذبح كده بط بإذن الله، علشان أول يوم رمضان، فأنا قلت حابة يعني إيه إن أنا أعمله بدري وكده وأجهزه. فطبعا يعني احنا فرحانين بقى كده بهله رمضان واول يوم رمضان ان شاء الله، فحابه ان انا اعمل اذبح كده البط ايه على بيات. فاحنا يا جماعه يعني البط اللي هو المولر دوت احنا بصراحه ما حدش عندنا بياكله ولا بيحبه، فانا كنت سايب البطتين دولت، فجم عيالي قالوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل بط بلدي، فسيبك من ده دلوقتي، علشان كده يمكن الدفعه اللي انا كنت قلت لكم عليها ديت كنت انا بعتها كلها وبقيت منها الثلاثه دولت، فانا مش عارفه بقى اذبحهم ولا هعمل فيهم مش عارف. قلت لهم اذبح لكم البط دوت، قالوا لا احنا مش عايزين ناكل ده، احنا عايزين ناكل بط بلدي. تمام، فانا النهارده ان شاء الله جايه اذبح معاكم بطتين كده بلدي باذن الله، يعني هذبح البط المسكوف يعني بمعنى اصح. هذبح ان شاء الله البطتين بقى بط المسكوفي، وهسيب البط البلدي لان هو خفيف شويه. البط المسكوفي يعني ما شاء الله محتفظ بالوزن بتاعه شويه. هذبح يمكن اذبح البطه البيضه، وهذبح معاها برده بطه سمراء، بالرغم ان يعني ما شاء الله كانت نايمه وشاطره وكده، بس قلت مش مشكله لان هم ايه دولت اللي عندي، وهبقى برده منهم واحده لان هم كانوا ثلاثه. طيب نسم الله ونحط لايك للفيديو، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، ويلا كده يا جماعه نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. مبدئيا كده يا جماعه زي ما انتم عارفين انا طبعا ما عنديش فرخ ما عنديش قصدي بط شمرت خالص، فانا مضطريه ان انا اذبح البط اللي هو ايه البط المسكوف اللي انا كنت مربيه معاكم ان شاء الله، مش مشكله بقى يعني ما اعرفش بقى هو اصلا يعني كمان بيتهيألي يعني هو مريح الايام دي، فانا هنشوف كده ان شاء الله. هذبحهم الاثنين وهننضفهم برده باذن الله معاكم، وهنشوف بقى يعني في قلبه بيض ولا ما في قلبوش، بس انا هعلفهم بس كده الاول، هعمل لهم العلفه بتاعتهم زي ما انتم شايفين اهوت. العلفه دي يا جماعه هنقسمها كده بشويه ميه، وبعد كده هنعلف ونوضب كده ونشوف النظام ايه، وبعد كده ان شاء الله هنذبح وننزل ننضف تحت. تمام، طيب تعالوا بقى كده يلا نشوف البط كده اللي احنا هنذبحه. طبعا يا جماعه ده البط اللي انا ذبحته زي ما انتم شايفين كده، ده البطه البيضه اللي هي كنتوا انتم شايفينها معايا قبل كده، فهي بسم الله ما شاء الله يعني هي ما شاء الله لقيتها حلوه. وذبحت برده بطه تانية بطه سمراء برده باذن الله، هنضفهم برده معاكم وان شاء الله هنفتحهم برده كده مع بعض، وهشوف لو فيها في قلبها بقى بيض ولا لا. فحتى هي لو فيها قلبها بيض مش مشكله بقى، مش هزعل ليه، لان طبعا فرحتنا برمضان وكده وهله رمضان، فيعني هتنسينا اي حاجه، حتى لو انا لقيت فيها بيض مش مشكله، احنا عندنا ما شاء الله البط كتير والخير كتير، ويمكن باذن الله برده هجيب دفعه بط مسكوف ان شاء الله وهربها برده معاكم. انا عندي ما شاء الله دفعه برده كويسه جدا، بس الدفعه ديت لسه صغيره يعني هي مسكوفه برده، يعني ما شاء الله لو هي كبرت برده يعني هسلل منها وكده. وعندي برده اللي هو البط اللي هو الشرشري دوت ما شاء الله هو بيبقى برده كويس، هو مهما كان البط يا جماعه اللي هو المولر دوت ما شاء الله هو يعني على قد ما هو بده اوزان كويسه وبده حجم كويس جدا، بس هو يعني برده ما يعلاش على البلدي. هو بصراحه يعني في ناس كتير بتحبه وفي ناس كتير بتجيبه، وتربيته ما شاء الله كويسه جدا. ده البطه السمراء اهيت، هذبحها يعني نضفها برده ان شاء الله كده معاكم، هي ما شاء الله يعني يمكن اتقل من البطه البيضاء كمان، بس هي عبا الوحيد ان هي فيها سل شويه، فان شاء الله برده هنشيل معاكم كل الكلام ده. مع ان بالرغم ان بلاش بقى عشان ما نتوهش من بعض تاني، البط المولر يا جماعه بيدي ما شاء الله اوزان كويسه جدا وبيكبر في وقت سريع، يعني ممكن تاكل منه خلال شهرين ونص او 3 شهور، بس يعني تحس برضو ان هو طعم البلدي ما يعلاش عليه ده بصراحه وامانه. يعني كنت انا بجيبه من زمان وكنت بربيه، بس قطعته بقى يعني ايه كام شهر وكده، فلقيت في ناس قالت هاتيهم شيماء واعملوا دوره معانا وربيه، فعملت برضو معاكم، وما شاء الله برضو في ناس جابت، في ناس بتحبه يعني لانه هو بيجي سريع زيه زي البط الشيني، بس برضو يعني البط الشيني خلي بالكم بيبقى برضو له طعم خلاف البط المولار برضو مهما كان. برضو هو البط اللي هو الشرشير ده بيبقى ورا البط البلدي والمسكوف. هنخلصها تنظيف بقى ان شاء الله كده، وهذبح هفتحها برضو معاكم، هنشوف بقى يعني يا ترى فيها بيض او ما فيهاش، كل الكلام ده احنا باذن الله هنشوف. بس في مفاجاه بقى هقولها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله تعرفوها معايا، يعني انا اصلا يعني
بسجل لكم الفيديو ده يا جماعه بعد ما شفت المفاجاه اللي فيه، فاستني شايفه لكم يعني ايه، هسيبها لكم انتوا تشوفوها يعني بنفسكم. المفاجاه بقى اللي انا اكتشفتها بقى، اللي انتوا فعلا كلكم هتستغربوا عليها، ان انا بعد ما ذبحت البط دوت اكتشفت ان البطه البيضه يعني ايه، يعني والله العظيم انتوا مش هتصدقوا، انتوا هتشوفوها بنفسكم يعني، وان شاء الله هقول لكم برده في الاخر. بس بعد ما نفتح البطه كده قدامكم هتبصوا تلاقوا مفاجاه، والله العظيم هي ما كانت على البال ولا على الخاطر خالص، بس انا يعني قلت برده مش مشكله يعني الحمد لله. هفتحها برده كده، انت هتشوفوا دي برده معايا كده باذن الله هتشوفوها بنفسكم يعني اهو. هو يعني بسم الله ما شاء الله، يعني هي دي كانت مريحه، اللي انا شفت دي ما شاء الله كانت مريحه، فعلشان كده انا ما زعلتش عشان، فان شاء الله يعني هتشوفوا برده معايا بسم الله ما شاء الله، كانت يعني لسه برده قايمه تربى عن قوم، يا كانت باضت وريحت اللي اهو. شايفين بقى اللي ده العنقود الصغير اهوت ما شاء الله، يعني كانت عامله عنقود كبير، بصوا كانت عامله عنقود قد ايه، كانت مجهزه يعني، كانت ممكن كده يعني اسبوعين كده ان شاء الله وكانت هتبيض، بس مش مشكله برده يعني، انا مش بزعل على حاجه يا جماعه والله، لما بلاقي فيها اي حاجه مش بزعل عليها ولا حاجه، حتى لو حاجه لا قدر الله ماليش نصيب فيها انا مش بزعل عليها، اهم حاجه انت كلت الحاجه خلاص استنفعت منها خلاص. هننضفها برده من تحت كده علشان المنطقه دي يا جماعه برده بيبقى يعني بشيلها خالص عشان ريحه الزفاره برده، خدوا بالكم من الحته ديت، اي حد برده المفروض يشيل دي كلها خالص من اصلها، ليه؟ لان انت لو انت شلتها بس بالشيل الاحتياطي كده اللي احنا دايما في ناس كتير بتشيله، برضه هتبص تلاقي فيها زفاره مهما غسلت فيها، بس الافضل حاجه ان انت تشيلها كلها خالص يعني بالمنطقه اللي فيها دي كلها. تعالوا بقى كده يا جماعه ندور على البطه البيضه ديت، وهي دي بقى اللي يعني مش عايزه اقول بقى الكارثه، لا هي مش كارثه يا جماعه والله ولا حاجه، هي بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله، بس المشكله ان انا وانا بفتحها كده لقيت تحت مني اللي تحت السكينه كده حاجه مكلكعه كده وانا بفتحها. تعالوا بقى شوفوا كده لقيت ايه، بصوا بقى لقيت ايه، كانت عليها بيضه، بس المشكله اصلا يعني ان انا اللي شفتها عليها بيض ولا اي حاجه. هقول لكم بقى يا جماعه المفاجاه، ان انا بعد ما ذبحت البطه ديت ايه اللي حصل، ببص كده تحت الكنبه، تحت الكنبه لقيتها بسم الله ما شاء الله، يعني انا حتى لما اطلع فوق هبقى اوريها لكم، لقيتها ما شاء الله يعني عامله كميه بيض كبيره جدا، وكانت بتبيض يعني على الارض، دي كلها على الارض يعني، انا ما كنتش واخده بالي خالص ولا كنت ببص تحت الكنب ولا اي حاجه، فوجئت ان انا بعد ما ذبحتها بما فيش، ابص الاقي ما شاء الله بيضالي كام بيضه تحت الكنب كده. بصوا بقى البيضه جامده ازاي، يعني هي كانت لو كنت انا استنيت بس 5 دقائق كانت ما شاء الله كانت بيضت، البيضه جامده وجاهزه يعني ما شاء الله، يعني مش هنقول برشت ولا حاجه لا. تعالوا بقى كده نشوف كميه البيض اللي كان فيها برده قد ايه كده، هنشيل بس الحاجات اللي فيها الاول وبعد كده ان شاء الله هتشوفوها معايا. انا بقى فعلا والله لما شفت المنظر ده انا ذات نفسي قعدت اضحك يعني، اقول سبحان الله. بصوا بقى يعني ايه، دي كانت فيها بيضه اهيت، هي تقريبا كانت في التشطيب النهائيه يعني، كانت خلصت بيض خالص، وكانت المفروض ان هي ايه هتنتف وتنام يعني، شوفوا بقى الحظ. بالرغم ان البطه ديت يعني لما انا كنت صورتها لكم في الاول خالص وكانت مطلعه البط، كانت بسم الله ما شاء الله، بس ما اعرفش يعني هي جت يعني جت في دماغي كده قلت ايه اذبح الاثنين دولت، شيل برضو المنطقه ديت خالص اهيت. هنشوف بقى لو في بطه تانية ولا حاجه نايمه ان شاء الله، هاخد البيض اللي هي كانت بيضاه دوت وهحطه ان شاء الله تحته، وكده كده انا عندي اصلا واحده تانية نايمه ان شاء الله في البلكونه، هاخد البيض بتاعها برده ان شاء الله وهحطه له، يا اما انا هحطه في الفقاسه بقى، انا عندي طبعا الفقاسه شغاله هقوم حاطاها. المشكله اللي انا قعدت اضحك عليها اقول سبحان الله، يعني مش هبص كده يعني، ابص الاول اشوف عليها بيض ولا لا، المهم ان انا جبت ايه الاحجام التقيله، قلت اه دولت اتنين كده ما شاء الله اذبحهم بقى وكده يبقوا حلوين، هنعملهم اول يوم رمضان وكده، ومفيش بقى يعني بعدها بعد ما ذبحته وخلصت بدات اضحك اقول ارجع اخيطها تاني والله العظيم مش هتصدق. انا بقيت قاعده اضحك كده واحط ايدي يعني ايه اسقف ايدي على ايد كده اقول سبحان الله، طب مش هبص الاول، بس يلا الحمد لله احنا ملناش نصيب فيها بقى وخلاص، بألف انا اللي كلها وخلاص. ده الحته دي يا جماعه كده وانا بشيل الريش كده راحت مقطوعه في قلب الريش، كانت لسه طريه وانا بشدها راحت مقطوعه. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.